كشفت الفنانة سيرين عبد النور عن استعدادها لإطلاق فيديو كليب لأغنية مصرية جديدة بعد ما طرحت أغنية أنا رجعت الخاصة بمسلسل الديفا، وعن احتمال تعاونها مع الفنان مروان خوري قالت: إن شاء الله دايما في تعامل أنا وياه، بس كنت عم فكر كنت بدي غنية مصرية، صار لي زمان ما غنيت غنية مصرية، عشان هيك كان اختياري على الأغنية المصرية بالوقت الحاضر، وبس أكيد دايما في تعامل وصداقة. آخر مقابلة للمنتج صادق الصباح كان عم بيحكي عن احتمال يكون في عمل مشترك بينك وبين الممثل نادين نجام، فقد ايه مزبوط هالواقع؟ هو ما قال في احتمال، هو قال يا ريت نجمع هالفنانتين مع بعضنا، حلو الفكرة ليش لا، أنا بأيده، بقول حلو الفكرة ومرسي للمنتج اللبناني اللي عم بفكر يجمع نجمتين من بلده، بغض النظر إذا رح تصير أو لا، أنا شخصيا إذا انعرضت علي إذا الدور بيناسبني ما عندي مشكلة، بس نادين قالت إنه هي 2020 و2021 عندها أعمالها، أنا بالنسبة لإلي الفكرة كتير حلوة وبأيد هيدا الشيء، لأنه نحن دايما بنشوف ممثلين كتير مهمين بهوليوود أو بتركيا حتى ما نكون بعيد كتير أو بأوروبا بيجتمعوا مع بعضهم وبيعملوا بومينج، ليش لا؟ اليوم بعيد الاستقلال، شو بتقولي لكل متابعين؟ بدي أقول لكل المتابعين بعيد الاستقلال، اليوم عن جد عم نعيش الاستقلال بالثورة اللبنانية، ويا رب يا رب يتحقق مطالب الشعب اللبناني. طمنينا عن حالة ابن أختك. كتير منيح كيفن، عم بيتعالج والله يشفي كل مريض. شكراً.